الناس لان انتم فاهمين وعارفين كويس خالص يعني ايه ترشيد استهلاك الطاقه. لكن عموما بالنسبه للطاقه زي ما سمعنا من الدكتور جمال احنا مرينا بظروف صعبه. السنه اللي فاتت كانت الحمد لله كويسه بشكل، لكن السنه اللي قبل منها كانت مشكله كبيره. والناس كلها عانت منها. لكن انا الحمد لله ما عانيتش زي الاخرين رغم ان انا عايش وسطهم، لكن لان انا عندي باشمهندس عمال عارف انا مصر عندي الطاقه الشمسيه. من اول ما بديت وريحت نفسي عملت الطاقه الشمسيه، وربما بقى انا داخل صحيح عندي 8 كيلو اللي هو عاملها بالنسبه للطاقه الشمسيه، لكن انا ما بستهلكش يمكن 1 كيلو. والباقي كله انا كان مهدر بالنسبه لي. لغايه ان شاء الله تتحل المشكله الاستفاده من الطاقه ونبدا ندخل على الشبكه ونبدا ندي الفائض، لان في عدد كبير من الناس كانت عايزه تعمل الكلام ده. مهندس عبد الكريم محمد الرشيدي رئيس قطاعات الشؤون الفنيه والنقل بشركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك ممكن تكلمنا اكتر عن الندوه النهارده؟ الندوه النهارده كان بتحتوي على تعريف بالنسبه لترشيد الطاقه وكيفيه التعامل مع الطاقه الجديده والمتجدده والطاقه التقليديه، الاستخدام الامثل ليها، فرز لخلق فرص للاستثمار وتشغيل العمالة، لأن الحفاظ على الطاقة مهم جدا، وكيفية السلوكيات اللي هي ممكن تبدأ من أول البيت لغاية المجتمعات المختلفة، إزاي نغير سلوكياتنا للحفاظ على هذه الطاقة للأجيال القادمة ولخلق فرص استثمار في بلدنا ولجميع الزملاء سواء وأبنائنا، حتى نخلق يعني بيئة صالحة للاستثمار. دكتور عبد الكريم، إيه الحاجات اللي ممكن يستفادها طالب كلية هندسة من الندوة النهاردة؟ أول حاجة التفكير خارج الصندوق، إن كل طالب من كلية هندسة يفكر إزاي في البدائل للطاقة التقليدية، يفكر إزاي هو يبقى هدفه القادم كده يعمل مشاريع وأبحاث، ويفكر في إزاي هو يبدأ يحضر في حاجات جديدة خاصة بالطاقة الجديدة المتجددة، لأن ده هي المستقبل لجمهورية مصر العربية ولكل العالم. العالم كله بيفكر دلوقتي في البدائل لاستخدام الطاقة، إيه هي برضو الأجهزة، رفع كفاءة الأجهزة الجديدة، بأنه لو هو كان هيشتغل في مصنع أو هيشتغل في أي مجال يستطيع من خلاله هو يبقى خلق فرص للترشيد، خلق فرصة لتوفير الطاقة، خلق فرص لاستخدام أجهزة لا تستهلك طاقة. طيب يا دكتور، عايزين منك نصيحة صغيرة لكل الطلبة اللي في كلية هندسة عشان يرشدوا الاستهلاك. والله احنا يعني هذه الندوة كانت ندوة مفيدة جدا، لان من خلال المحاضرات اللي تم إلقاءها في هذه الندوة كان في نصائح كبيرة جدا، زائد ان في بعض الدوكومنت والبروشور اللي فيها نصائح لازاي نستخدم الطاقة، ازاي نحافظ عليها، ايه هو الاستخدام الامثل، ايه هي كيف نغير سلوكياتنا في الحياة سواء في البيت في الكلية في الشارع، في وده مطلوب لينا احنا، لان فعلا احنا لدينا كفاءات عالية جدا في سواء كان طلبة سواء كان مدرسين سواء كان اساتذة في جميع المجالات، ولكن المشكلة كيفية التطبيق، هي كيف نطبق ما نتعلمه. يعني لو احنا وصلنا ازاي نطبق ما نتعلمه زي ما بنروح في الخارج ونطبق زي ما في الخارج ونتبع سلوكياتهم، عايزين نطبق هذه السلوكيات في الكلية بتاعتنا وفي جميع انحاء ونواحي المجتمع الخاصة بنا. المهندس عادل ناجي مدير عام التشغيل بقطاع كهرباء قنا، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك كان في ندوه مقامه النهارده عن ترشيد الاستهلاك، ممكن تكلمنا عنها؟ هو حضرتك النهارده كانت شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء قامت بعمل ندوه لترشيد الطاقه الكهربائيه، ووضحت عن طرق كيفيه ترشيد الطاقه الكهربائيه والمردود الاقتصادي والمردود المالي بالنسبه لنا. طبعا لو احنا عرفنا انه الميجا عندنا بتكلف $1,000,000، واحنا لو وفرنا
10% من الاستهلاك بتاعنا، يعني كده احنا بنوفر تقريبا حوالي 3000 ميجا، لو ضربناها يعني حوالي 3 مليار، يعني تقريبا في حدود 27 مليار جنيه مصري لو وفرنا 10% فقط من الطاقة اللي احنا بنستخدمها في مصر. ففي طرق كتير ان احنا نقدر نوفر بها الطاقة الكهربائية. اولا بنستبدل اللمبات العادية باللمبات اللي هي الليد الموفرة للطاقة. على سبيل المثال احنا عندنا اللمبة الليد بيبقى فيه 9 واط، اللمبة اللي هي المتوهجة دي 100 واط، يعني تقريبا بتبقى 10، يعني كل 10 لمبات ليد بيستهلكوا قد لمبة واحدة من اللمبات المتوهجة. فاحنا لو استبدلنا، في حاليا شركة توزيع بتقوم ببيع اللمبات دي، حضرتك بنبيع 10 لمبات على كل فاتورة وبالقسط، يعني على مدة 20 شهر 5 جنيه، يعني حضرتك احنا مبدئيا بنبيع 4 × 25 تمن اللمبة 100 جنيه، بنقسمها على 20 شهر، يعني حضرتك بيبقى في 5 جنيه كل شهر فوق الفاتورة. والحضور من طلاب كلية هندسة، هل الدراسات المعقدة للنظرية اللي حضرتك قلتها دلوقتي تساعدهم في منهجهم وتخليهم هم يساعدوا المجتمع فيما بعد في التطوير؟ بالضبط يا فندم، يعني هو حضرتك طلبة كلية هندسة حاليا هم المستقبل بكرة، يعني هم اللي حيشيلوا على عاتقهم هذه المسؤولية. فيجب من البداية انه يفهم كلمة الترشيد ومعنى كلمة الترشيد ومدى الاستفادة منهم. لو فهم الكلام ده هيبقى المردود بتاعه بالنسبة لأسرته، بالنسبة للمجتمع، وبالنسبة بعد كده لوظيفته لما يبتدي يتحمل المسؤولية ان شاء الله. هل في خطوات اخرى للتوعية عن ترشيد الاستهلاك فيما بعد، ولا تتوقف عن الندوة دي بس؟ لا يا فندم، احنا دائما بنقدم عدة ندوات، وفي بوسترات بنوزعها، وعندنا في الشركة لو تشرفونا حضرتك هتلاقي في كذا بوستر معلق. ان شاء الله برضو في بالنسبة لفاتورة الكهرباء نفسها هنكتب في الفاتورة في الظهر بتاعها من ورا برضو نبذة عن ترشيد استهلاك الكهرباء بإذن الله. هل ده يوصل لفكر المواطن العادي ولا طلاب هندسة اللي بيدرسوا دراسات معقدة؟ احنا حضرتك اهم حاجة نوصل المواطن البسيط، يعني طلبة كلية هندسة او المهندسين لا يمثلوا النسبة بالنسبة، يعني احنا عندنا حضرتك بالنسبة لشركات توزيع 30 مليون مشترك، 30 مليون مشترك لازم انا خاطب اقل طبقة عشان اقدر اوصل لايه للمجتمع كله، لانه اوضح له فكرة الترشيد. هل في اتباع طرق الترشيد ده ما يجهدش المواطن العادي؟ بالعكس، ده الترشيد بيفيد المواطن العادي. يعني انا مثلا حضرتك الفاتوره بدل ما بتجيني مثلا ب 50 جنيه او ب 100 جنيه او ب 200 جنيه، ايا كانت، يعني بالترشيد بوصل لنسبه 30% او 40% من الفاتوره بتاعتي. يعني انا ممكن حضرتك لو انا على سبيل المثال مثلا ان انا كنت بستهلك في حدود 90 جنيه في الشهر، ممكن بالترشيد اوصل 30 جنيه في الشهر بتغيير اللمبات، وان انا اذا كان في عندي تكييف ابتدي ان التكييف اظبط درجه الحراره بتاعه ل 25، لو عندي غساله ما اظبطهاش على درجه حراره عاليه اظبطها على درجه حراره اقل مثلا، وهكذا. يبقى ده مردود اقتصادي برضه بالنسبه للمواطن. سيد الدلال، نائب رئيس اتحاد كليه هندسه. الفرقه الثانيه كهرباء. محمد مصطفى، المتحد السلامي باسم اتحاد طلاب هندسه. طب استفدت ايه من الندوه؟ وحضرتك احنا النهارده استفدنا طلاب هندسه وقسم كهرباء كمان، اللي هو ترشيد الاستهلاك، وازاي ان انا ازاي احل مشكله موجوده جوه المجتمع بتاعي، ان انا مش بس اساعد ان انا ارشد الاستهلاك، لا ده انا اوجد حل وبديل للطاقه الفتره اللي جايه. واحنا بناء على اللي حصل ده احنا هنتابع البروتوكول اللي حاصل مع وزاره الكهرباء بين كليتنا وزاره الكهرباء عشان نعمل لجنه جوه الاتحاد تتابع البروتوكول يعني لجنة توعية ولجنة متابعة تبع البروتوكول ودعم للطلاب في المشكلة بتاعة طاقة الكهرباء. طب بالنسبة للندوة رأيك ايه فيه؟ الندوة كانت ممتازة جدا، واستفاد الناس استفادة جامدة، وعرفنا بعض شوية معلومات عن الكهرباء والاستهلاك بتاعنا وكده، وطبعا لازم نرشد استهلاكنا ونفكر في طرق ان احنا ننتج طاقة بطرق تانية. طبعا حتى طرق الكهرباء اساسا مدمرة في مصر واستهلاك عالي جدا. طيب عيوب ومميزات الندوة هي ايه؟ اولا احنا مميزات الندوة كانت كتيرة جدا، يعني وجود سبيكر متخصص في مجاله اتاح فرصة التعرف على معلومات كمية معلومات كبيرة جدا، لكن احنا يعني عيوبه قليلة جدا الحمد لله، بس يمكن نعول على ميعاد الندوة، يعني الاقبال ما كانش كثيف للمرحلة للدرجة اللي هي عشان بس ميعاد اختيار الندوة، احنا كلية عملية مرتبطين بمواعيد امتحانات وميد ترمات، فطبعا كان الاقبال ما كانش كثيف يعني الاقبال اللي احنا نرجوه. طب المتوقع ان الندوة الجاية هيحضر فيها كمية كبيرة ولا لا؟ لو كانت في فترة غير فترة الامتحانات وكده ممكن حد يحضر تاني، يعني عدد يبقى اكبر.
لكن كفترات امتحانات وكده احنا كلية هندسة ما بيهتموش بالحكاية، يقول لك انا اقعد اذاكر احسن. اسماعيل ابراهيم طالب بكلية الهندسة تانية ميكانيكا. طب استفدت ايه من الندوة؟ والله هي الندوة كانت مثمرة في طرق ترشيد الاستهلاك عامة، بس انا عندي فكرة ان هي تتعمم اكتر في القرى، والناس ما عندهاش ثقافة الترشيد، ما عندهاش معلومة عن ايه اللمبات الليد، ما عندهاش معلومة عن ايه شيل الشاحن من الفيشة، اذا كان ان انا هوفر حاجات بسيطة جدا بس هتفرق معايا في قدام ان شاء الله. طب انت رأيك ايه في الندوة؟ والله هو يعني الحمد لله هي ندوة مثمرة فعلا، بس عندي تعليقات على بعض السلبيات. يعني كان ان شاء الله لما نبدأ نروح الشركة هناك في أسوان هنبدأ نطرح السلبيات دي بحيث ان احنا نعمل تطوير للفكرة عامة الموجود عندنا هنا في مصر عن ترشيد الاستهلاك والطاقة عامة. يعني انت شايف دي عيوب الندوة؟ يعني انا في كم بعض التعليقات كان في يعني عيوب فعلا في الندوة، يعني مش بقول انها ندوة طالعة 100%، لا يعني لو كنت كفاءة في الندوة هتبقى 80%. يعني بعض التعليقات كانت يعني انا عندي تعليق عليها وان شاء الله هوصل صوتي للناس. طب بالنسبة لمميزات الندوة ايه؟ ما احنا كنا بنقول مميزات الندوة ان احنا فعلا ان احنا عندنا فكر نحتاج ان احنا نرشد في الطاقة بشكل عام. يعني احنا عندنا حتى لو كان عندنا عجز في الطاقة اللي احنا بننتجها لازم نقول نقابلها بتوفير وترشيد لاستهلاك الطاقة. توفير الطاقة هو المستقبل لينا ولمصرنا الحبيبة، فالطاقة إلا لم يكن هناك توفر في الطاقة لن يكون هناك استثمار ولن يكون هناك فرص عمل. فأنتم شباب هذه الأمة عليكم أن تحرصوا على عدم إهدار الطاقة، وإهدار الطاقة والحفاظ عليها هو عبارة عن سلوكيات أولاً، ثم الاستفادة من الموارد المتاحة إلينا. العالم كله خدت بالك بيفكر لـ30 و20 سنة للأمام، لأن الموارد الطبيعية هتنفذ بعد هذه الفترة، ولذا وزارة الكهرباء والطاقة أصبح المسمى الجديد بتاعها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. ما كانش في كلمة متجددة، لأن لابد من هنا من هذه الجامعة البحث عن موارد جديدة لاستغلال الطاقة ولتوفيرها للاستثمار حتى نستطيع أن نوفر فرص عمل ويبقى الطريق بتاعنا إلى التنمية. التنمية المستدامة لن تتأتى إلا بحرصنا على ترشيد الطاقة، وترشيد الطاقة ليس في الكهرباء فقط بل في كل أنواع الطاقة. وإن شاء الله مع المهندس أحمد زكي مدير عام الترشيد هيشرح لكم بعض السلايد الموجودة توضح لنا إزاي إحنا نوفر في هذا